كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني نجمات الفريق النهارده. بنبدا معانا بفريده وائل، نجمه الفريق. يعني فريده اعتقد بغض النظر عن الظروف، لكن النادي الاهلي زي ما بنقول بمن حضر، وكنتوا قد المسؤوليه وتحقيق الفوز وكمان الفوز المرتبط، اعتقد قربتوا بنسبه كبيره من البطوله. طبعا الحمد لله، احنا يعني في ظروف كتير طبعا مؤثره على اداء سواء سبورتنج او الاهلي يعني، بس احنا الحمد لله ان احنا قدرنا نمسك في الجيم يعني وما نفرطش فيه، والصغيرين برده كانوا الحمد لله كسبوا، فده ادانا حافز اكتر ان احنا نمسك في الجيم، وان شاء الله قدامنا خطوه كمان يعني لو الصغيرين كسبوا الماتش الجاي هيبقوا يريحونا يعني ان شاء الله. بس يعني احنا برده الحاجات اللي اثرت علينا في التست اللي لسه لحد بالليل متاخر والحاجات دي كلها اكيد اثرت شويه، واحنا الحمد لله كسبنا، بس لازم نركز على الاخطاء اللي احنا عملناها النهارده عشان نبذل مجهود اكتر ونبان باداء اكتر يعني احسن الماتش الجاي ان شاء الله يعني. بس الحمد لله فوز يعني، دي حاجه الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب في الاخر يعني. ابرز التعليمات اللي كابتن علي قالها لكم خاصه في ظل هذه الظروف قبل المباراه؟ كابتن علي طبعا كان بيتكلم معانا ان احنا ما ينفعش نفضل مركزين سواء اي حاجه حصلت، احنا كل ال 14 لعيبه جاهزه سواء اي حد حصل له ظرف او لا، احنا ان شاء الله كلنا قدها وكلنا قد مسؤوليه، واحنا اتمرنا الفتره اللي فاتت كتير قوي وكويس قوي، وطبعا الفرقه اللي قدامنا فرقه محترمه وجامده جدا، فاحنا كان دايما مركز معانا ان احنا كنا بنذاكر السبورتنج بيعملوا ايه عشان نقعد نقدر نتمرن عليها ونقدر نوقف الحاجات دي في التمرين، فطبعا كان مجمعنا على طول ان احنا حتى سواء اي ظرف اي قرارات بتطلع هو دايما مقفل علينا ان احنا ما نطلعش بره التركيز وما نتشتتش، ونركز ان شاء الله ان احنا ننزل نكسب الماتش. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه والفوز باذن الله. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني احد نجوم اللقاء النهارده رنا نبيل. يعني رنا، الف مبروك الفوز النهارده، كنت قد المسؤوليه واعتقد في ظل كل الظروف دي عملتوا مباراه كبيره. الله يبارك فيك. ميرسي. الحمد لله. والله يعني احنا مش راضيين قوي عن الاداء بتاع النهارده، بس احنا كلنا عندنا احسن، بس هي فعلا الظروف بتاعت امبارح المسحه لما عملناها وسهرنا الوقت متاخر قوي ده اثر شويه على تركيزنا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتش النهارده يعني. الحمد لله المرتبط كسب، وكمان انتوا حققتوا الفوز، يعني فاضل ان شاء الله مباراه واحده نكسبها ونحقق الفوز. يعني شايفين مفيش مهله كبيره قوي، المباراه الثانيه على طول بكره، هتستعدوا ازاي وشايفين اللي جاي ازاي؟ هو طبعا مكسب المرتبط امبارح ريحنا شويه، بس احنا يعني عامه كابتن علي او احنا كلنا من دي وان احنا بنتمرن مش عشان نخسر ماتش وكده كده البطوله معانا، لا بالعكس، احنا كل ماتش بنلعبه هو بالنسبه لنا ده فاينل، كل ماتش لازم نبقى مركزين. احنا الفرقه الحمد لله كلها العناصر كلها كويسه جدا، فما ينفعش ان احنا نخسر اي ماتش سواء هو هيفرق معانا او مش هيفرق، بالعكس احنا بنلعب اتمرنا كويس قوي وان شاء الله ناخد البطوله. اكيد انتوا كلاعبين يعني بتلموا بعض وبتتكلموا مع بعض، يعني اهم الاحاديث اللي دارت بينكم خاصه في ظل هذه الظروف الصعبه؟ ان احنا نبقى مركزين ما نفقدش تركيزنا، خصوصا كمان الماتش اتاجل من امبارح للنهارده، ده اثر علينا شويه، بس احنا ما ريحناش، احنا اتمرنا امبارح والنهارده فضلنا مركزين لحد ما الحمد لله يعني. احنا حتى في التسخين كنا لسه مش عارفين، احنا كنا 14 بس مش عارفين لا قدر الله في حد عنده حاجه ولا لا، بس الحمد لله يعني. في ظل الظروف دي انا عارف طبعا الظروف صعبه، لكن في ظل ما انتوا يعني بتستعدوا فنيا للمباراه كمان في اجراءات احترازيه لازم تلتزموا بيها، تستعدوا ازاي في كل الضغوطات دي حواليكم؟ احنا كل واحد يعني بنرجع من الماتش او من التمرين كل واحد في اوضته، ما بنتقابلش غير مثلا على الفطار او على الغداء او على العشاء، ما فيش تجمعات خالص غير بس وقت التمرين، وعلى طول لازم كله بالماسك ما حدش يقلعه خالص، غير كده بنبقى موجودين في الاوضه يعني. بس اجراءات التعقيم يعني شايف حتى قبل المباراه وانتوا في عمليات الاحماء كان في تعقيم سواء للكور او كمان انتوا بتعقموا ليكم، يعني كل الحاجات دي بتتعاملوا معاها ازاي؟ احنا تقريبا يعني اي حد بينزل ماتش قبل ما بينزل بيعقم ايده، وبعد ما بيطلع على طول بيعقم ايده، وكلنا قاعدين في مسافات تباعد ما بيننا، وكله لابس الماسك على طول طالما مش موجود في الملعب يعني. بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وربنا يكلل مجهودكم بالنجاح. الف شكر. شكرا، ربنا يخليك ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا بعد انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي. عايز انقل لك يعني الاجواء هنا داخل الصاله، يمكن يعني عايز اقول حاله كبيره من الاستياء من التخبط قبل الماتش، زي ما حضرتك قلت كان في تاخر كبير جدا في اعلان نتيجه المساحات، لحد ما كمان يعني الفرقتين اجلوا السكور شيت او قائمه ال 12 لاعب اللي هيبداوا بالمباراه لحين انتهاء المساحات. يمكن كمان بينضم لنا دلوقتي يعني نجمه من نجمات فريق النادي الاهلي نادين سلعاوي. يعني نادين، الف مبروك الفوز النهارده، ظروف صعبه لكن اعتقد كنت قد المسؤوليه وحققت الفوز. الله يبارك في حضرتك. طبعا ظروف صعبه وفي حركه تاجيل المباراه عشان يعمل مساحات خلى في لخبطه كده في الفرقتين، والحاجات يعني لما عرفنا نتائج برده فتره التسخين برده خلت في لخبطه، بس الحمد لله الحمد لله على الفوز، وان شاء الله ربنا يكملها على خير بكره. يعني ما فيش وقت على طول المباراه العوده بكره، لكن الحمد لله نتائجكم ونتائج المرتبطه اعتقد قربتكم كتير من البطوله، هتستعدوا ازاي في ظل ضيق الوقت والظروف الصعبه اللي تحصل؟ طبعا احنا محتاجين ريكفري عاديه جدا او ما نروح الاوتيل ان شاء الله، ان شاء الله فريق 16 مباراه بتاعتهم بنسبه كبيره ان شاء الله محسومه للاهلي، فده برده بيشيل علينا ستريس، ما الاهلي متعود على يعني حتى لو تحصيل حاصل متعودين على المكسب،
فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق الفوز. يعني انتوا كلاعبين بقى تقعدوا وتقولوا لبعض ايه وهتستعدوا ازاي خاصه في ظل هذه الظروف؟ احنا في الاوتيل احنا عاملين احترازات، كل اتنين قاعدين في الاوضه لوحدهم، مش بنحاول نخرج كتير. محتاجين برضو نفوكس، ماتش بطوله، بطوله دوري مرتبط، بطوله في ناس كتير جدا في الفرقه جديده، فبطوله حلوه لينا ان هي تبقى اول حاجه نقدر نكسبها مع بعض، فان شاء الله ربنا يكرمنا. شكرا لك، نتمنى التوفيق والفوز بكره ان شاء الله. شكرا كابتن هيثم. يعني مزيد من اللقاءات ان شاء الله في تغطيتنا الخاصه الحصريه من هنا. يعني عايز اقول لك كابتن فاروق، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي متواجد هنا في الصاله، يمكن مجتمع باحد اعضاء الاتحاد المصري لكره السله لبحث يعني كل التخبط اللي بيحصل النهارده، يمكن كمان استياء شديد جدا لظهور نتيجه العينات بتاعه مسحه فريق الاتحاد المرتبط بعد انتهاء المباراه واصابه 7 لاعبين من فريق الاتحاد بكورونا. يعني تخيل ان المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي، ولكن نتيجه المسحات ظهرت بعد انتهاء المباراه، وفي الغالب يعني هيتم تاجيل كمان المباراه، ان بقى 7 لاعبين دفعه واحده من نادي الاتحاد السكندري فريق المرتبط مصابين وظهرت نتيجه العينات بتاعتهم ايجابيه. فيعني يمكن ده اثار حاله كبيره جدا من الاستياء. كمان كابتن احمد الجرحي كان حريص متواجد من بدري جدا هنا، يمكن كلمت معاه يا كابتن ايه الاخبار، قال لي احنا لغايه دلوقتي 5 حالات لغايه دلوقتي المباراه مقامه، لكن عايز اقول لك ان لغايه اخر لحظه في حاله من زي ما بنقول التوهان، والناس مش عارفه هل هيلعبوا مش هيلعبوا، مين اللاعبين اللي هيبداوا، مين اللاعبين المصابين اللي هيتم سحبهم من داخل الملعب. فانا اعتقد اجواء صعبه جدا، بس يا رب يعني يسلم كل لاعبينا وكل رياضيي مصر، ويا رب يعني التوفيق يبقى حليف النادي الاهلي، وقبل كل دوت يا رب سلامه اللاعبين. يا كابتن هيثم يعني اجواء صعبه، لكن ان شاء الله يا رب تقلل بالنجاح والفوز. الكلمه دي كابتن هيثم مضيف القرار. الزميل محمد توفيق بنشكرك شكرا جزيلا، لقاءات مهمه الحقيقه وتغطيه بشكركم عليها.